السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم على أرقام هاتفنا لإبداء آرائكم. أرقام هاتفنا أسفل الشاشة بالأعلى للداخل من زاخل الفاتو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. رقمنا بالأسفل، العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، ومن يتابعنا على في باقي بلدان العالم يقدر يتصل بينا على ذن الرقمين اللي بالأسفل. نفس الرقمين بصفة إشارة واتساب، اللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يكتب لنا رسالة مكتوبة على رقم الواتساب اللي موجودات بالأسفل، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم أول ملفاتنا، واللي هو مشاركة الحشد بقمع تظاهرات إيران. فتح تداول تقارير إعلامية عن انخراط ميليشيات الحشد اللي تضم جامع ولائية بالعراق في قمع المتظاهرين الإيرانيين الباب للحديث عن تماهي هاي الميليشيات ويا مصالح المرشد الإيراني وتحولها إلى بندقية مأجورة للقتال بالوقت والمكان اللي يختار النظام الإيراني خدمة المصالح العابرة للحدود والأوطان. ما صدر أي تعليق حكومي لحد هاي اللحظة ولا من قيادة الحشد على التقارير اللي كشفت استعانة فيلق قدس الإيراني بمجاميع من الحشد حتى تقمع التظاهرات المتصاعدة بالمدن الإيرانية، وتركت مهمة النفي إلى عناصر ثانوية ما مسؤولة أو ما عندها مسؤولية. وأكد موقع إيران انترناشونال المعارض نقلا عن مصادر صحفية اشتراك فصائل من ميليشيات الحشد من العراق إلى جانب ميليشيات حزب الله اللبناني بعمليات القمع للتظاهرات اللي تجتاح عشرات المدن الإيرانية على خلفية وفاة فتاة بعمرها أو بعقدها الثاني من عمرها وراء 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب. وأكد الموقع تلقي تقارير تفيد بتنظيم رحلة طيران خاصة من مطار بغداد نقل بها عدد من ميليشيات الحشد وميليشيات حزب الله إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران بهدف قمع التظاهرات الإيرانية المتصاعدة ضد النظام الإيراني وسياساته القمعية. ورجح ناشطون ومدونون أنه مشاهد إحراق صور المرشد الإيراني علي خامنئي وصور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل المتظاهرين بإيران استفزت الميليشيات الولائية اللي سارعت حتى تلقي طوق النجاة للنظام المترنح بإيران بفعل العقوبات الدولية واستمرار التظاهرات. خلونا نشوف مجموعة من هاي الصور الواردة من إيران لإحراق صور وتماثيل المرشد الإيراني وقاسم سليماني قبل ما نستعرض التعليقات عن مشاركة حشد قمع التظاهرات. الله بچهای کرج پل فردیس یا بعد هذه الصور وردت الانباء ان الحشد مشارك بقمع التظاهرات بايران. الناس لما قرت هاي الانباء وعرفت بهاي الاخبار علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من منصه فيسبوك حمزه عبيس يقول يردونهم الجميل مثل ما صار سابقا وضربوا المتظاهرين العراقيين. شروق تقول تبادل منفعة بما أنه جماعتنا خبرة بقمع فأكيد يستفادون من خبراتهم وإمكانياتهم. مراد الجمهور يقول طبيعي تبادل منفعة بما أنه جماعتنا خبرة بالقمع فأكيد يستفادون من خبراتهم وإمكانياتهم. أحمد محسن يقول هذه مو أول مرة الحكومة الإيرانية تستخدم ميليشياتها العراقية واللبنانية في قمع التظاهرات الشعب الإيراني. كانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع اللي هو أنباء عن مشاركة الحشد الشعبي أو ميليشيات الحشد الشعبي في قمع التظاهرات الحاصلة في إيران بسبب زيادة النقم الإيراني على سياسات المرشد علي خامنئي والحكومة الإيرانية بإيران. موضوعنا الثاني مشاهدينا الكرام هو ظاهرة الاستحواذ على الأراضي ومصادرة المنازل بغير
وجه حق. هاي القضية مستمرة بالعراق وبرعاية حكومية. يبدو أن الاستحواذ على المنطقة الخضراء وما بها من قصور ومباني سكنية ما أشبع طمع الحكومة وأحزابها، وبدت تتمدد وتعبر، بدت توصل إلى الأوقاف الإسلامية والمساجد، خصوصا مسجد عثمان العبيدي. وراء ما وصل الحال بالحكومة أن تستقطع جزء كبير، يعني جزء كبير من جامع الشهيد عثمان العبيدي، حتى يفتحون شارع لمجمع مجلس الوزراء السكني الجديد. تزامن هذا ويهدم منازل الخدم والمؤذن والإمام بالجامع التابع لمجمع القادسية السكني، وإخراج عوائلهم بالقوة من دورهم ورمي أغراضهم بجانب الجامع حتى توصل المساحة الكلية اللي جرى هدمها ومصادرتها تقريبا 3000 متر. يشار إلى أن عملية الهدم هذه صارت وراء تهديد إمام الجامع ومنعه من أداء صلاة الظهر واعتقاله بطريقة بشعة وفقا لمصادر محلية. مشاهدينا الكرام، هاي المشاهد أمامكم. بعد هاي المشاهد أمامكم، بهالأثناء جدد إمام مسجد عثمان العبيدي بمجمع القادسية بالمنطقة الخضراء مناشداته للحكومة بمحاولة إيقاف الاعتداء على الأوقاف الإسلامية اللي تنتهك بذريعة الاستثمار ومن قبل متنفذين. خلونا نسمع سوية مناشدة إمام المسجد اللي شرح بها مخطط الحكومة بضم أرض المسجد. المناشدة أمامكم الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حضرة رئيس الوزراء المحترم، هذا ما بقي من الجامع، هذا ما بقي من هدمهم، وانظر حتى صبات المصدات للمرور منعوا هذه المصدات، مصدات خاصة وضعوها وصبات لأجل أن يمنعونا، وهذا ما بقي من هذا من سياج المسجد وملحقاته، وحتى بيتين هدموا للمسجد، عائلتين شردوا وها هي أغراضهم، عائلتين شردوا وهم موظفين على الأوقاف، على الأوقاف، وهذا ما بقي من أغراضهم، هدموا كل شيء، خلعوا الباب وكذلك تلك الصبات التي وضعت، وهناك صبات أخرى وضعت أخرى على هذا المكان. فلذلك رجاء يا حضرة رئيس الوزراء، أناشدك الله. من بغداد نروح للبصرة، ويبدو أنه الحال هناك واحد وما يختلف عن العاصمة العراقية بغداد. بدل من ذهاب الحال الحكومة الجديدة إلى المقرات والأملاك اللي تم التجاوز عليها من قبل الأحزاب، نشوف هلأ تشرع بحملة ضد الفقراء بذريعة تطبيق القانون. أكد مواطن من محافظة البصرة قيام دائرة البلدية بصفوان بإزالة منزل، على الرغم من أنه المنزل ملك رسمي وبيطابوا من أجل فتح شارع بالناحية بخطوة اعتبرها غريبة. خلونا نشوف. بيت طابو كل شو، هذا الاستاذ وهذا جماعة الفوج ذولي، وهذا الموظف وهذا الموظف وهذا الشبك. جماعة البلدية والفوج هذول اللي هدموا، يقولون عندنا امر من سنين طالع. بيت ملك صرف بيطابو رسمي من الدولة، شلون تمت ازالته ما اعرف. قد تحدث في بعض الدول أنه الدولة تأخذ بيت من شخص محتاجته، وأكو صور انتشرت لبعض بلدان العالم أكو بيوت نخذت لحاجة فتح شارع، بناء جسر،
بس الدولة تقوم بتعويض صاحب المنزل، يا أما تعطي بيت بمكان ثاني، أما تعطي مبلغ مادي حتى يشتري بيت ثاني وتسحب من عند البيت ويصير تنازل رسمي. أما بهاي الصورة ما صايرة بس بالعراق، ما سلمت همينة المنازل اللي تعرف بالتجاوز من حملات الحكومة اللي ما كلفت نفسها حتى توفر البديل للي قاعدين بهاي البيوت اللي يسموها بيوت التجاوز. بصرة أيضا شهدت حملات أخرى وباسناد من القوات الحكومية اللي ما توانت نهائيا عن إطلاق الرصاص الحي على الفقراء خلال تنفيذ حملات الهدم في مهد مشابه لمشهد إزالة التجاوزات قبل ثورة تشرين بزمن حكومة عادل عبد المهدي. كانت هاي الحكومة قمعية إلى أبعد حد، وكأنه هاي الحكومة مدى تفهم الدرس بعد. خلونا نشوف. هاينا هاينا ثورة القاعة، وهاي الحكومة ما ترحم أحد، ما ترحم أحد. هاي الحكومة، هاي ناس صواغير، هاي ناس، هاي ناس ما تخاف منهم. يرموا يرموا بعض، بعض يرموا يرموا بعض يرموا 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 أرد أسأل سؤال الوزير الداخلية الجديد، قل لي القوات الأمنية من دا تشمر طلقات بالهواء، وين راح ينزلن براس منو؟ على كل الناس لما شافت هاي المشاهد علقت على هاي المواضيع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك كاميران شمشير يقول رئيس الوزراء وينه، خلي عاقب هذول يرمون طلق، شنو لو بس على فقير قادرين. علي البصري صحيح قبل فترة صار وياي نفس الشيء، وللأسف صعدوني بالبدي بالبدي مال بيك اب وما نزلوني إلا حذفت الفيديوهات. تكميم الأفواه هي سياسة حكومات القمعية. علي فرهاد حتى وإن كانوا متجاوزين إطلاق الرصاص الحي جريمة وشروع بالقتل بحق المواطنين. أبو حسين يقول الحكومة ما تروح للأحزاب المتجاوزة على أراضي الدولة، يجون على الفقير. كانت هاي تعليقات الناس بخصوص الموضوع هذا. موضوعنا الأول إذا مشاهدينا الكرام هي الأنباء عن مشاركة ميليشيات الحشد في قمع التظاهرات مو بالعراق بإيران، والموضوع الثاني اللي هو محاولات الاستيلاء على الأراضي وعلى المنازل اللي بها طابوا، وأيضا على الأوقاف الإسلامية مثل مسجد عثمان الشهيد عثمان عبيدي بحجة الاستثمار. أبو محمد من هولندا ويانا، حياك الله. السلام عليكم أخي. ورحمة الله وبركاته. عزيزي موضوع التجاوز، موضوع هدم البيوت وموضوع الاعتداء على الناس، أنا سبق وإن قلت أن أي رئيس وزراء يجي ما يغير شيء وبالعكس يكون أسوأ. الآن على حد رئيس وزراء الجديد محمد شياع السوداني بدأ هدم البيوت على الناس وطردهم ودون تعويضهم. احنا لازم نرجع للقبل، القبل يعني بداية يعني سقوط الحكومة السابقة. بدأ جمال أمان حكيم بتمليك الجاذرية كلها وصارت شقق وغيروها باسمهم، ومو بس هنا، اكو كثير من المناطق اللي صارت وجوز اكو قضايا ممكن حضرتكم ما سمعتوا بها للألم. اكو بيوت بالنجف الأشرف يعني بالذات، وأعرف حتى صاحبها هددوا قالوا له إذا ما تترك البيت ما تبيعه نهدم على رأسك، وقال لهم ما أبيع وما أبيع وما أبيع
وهددوه وراح عليها حرس الخميني، وبعدين دز عليها السفير قنصل الإيراني هناك. نعم. ولحد الآن حسب معلوماتي لحد الآن باقي هاي المشكلة، ويهددوه يريدوه يأخذوا هذا البيت، لأن البيت موقع استراتيجي، ويريدون حتى ما يريدون يعني بفلوسه همينة، وقاعد مهددية على أساس يعني إذا ما هاي يهدموه ويطردوه، يطلب مبلغ بسيط. هاي الشغلة اعتيادية بالعراق، يعني العراق ما بي حكومة، حكومة ميليشيات، حكومة حشد شعبي، يعني ما يعني انت عبالك يجي يعني يخدم الناس. الان النفط يعني 750 مليون دولار مبيع نفط، سارقين مبيعين نفط، النفط المهرب. نعم. فهذا العراق. نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو عمر من بغداد، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ افل المحترم، وحيا الله القناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام الاعزاء. حياك الله. حياك الله استاذ افل. بالنسبه لمشاركه ميليشيات الحشد اللي قطع التظاهرات اللي بايران صارت او في العراق، نعرف انه الشعب الايراني اللي موجود، احنا عندنا شعوب، ان الشعب كل الشعوب ما عندنا اختلاف بين شعب وشعب، خاصه احنا عندنا الشعب الايراني، انه الحكومه الايرانيه والمرشد علي خامنئي، نعرف انه رغم هاي الحكومه سيطرتها على الشعب وقمعها على الشعب وعدم رضا الشعب الايراني بالحكومه الفاسده اللي تحكمها ملال ايران وحكومها الحكومات الفاسده اللي هي جزء من حكومه العراقيين اللي موجودين عندنا هنا ببغداد، وعندنا ايضا حكومات اللي حكومه غير ايران اللي موجودين عندنا هنا من ميليشيات العشر. نشوف انه المحافظات اللي طلعت، المحافظات الايرانيه اكثر من 18 محافظه، انه رفضهم لهاي الحكومات اللي حكمت تدعم الايرانيين، الشعب الايراني رافضين انه هذه السياسات عندهم، ورافضين هاي القوه تفرق التظاهرات اللي قاعد تصير عندهم بالقوه. هذا دليل على انه الشعب الايراني، دليل على اكثر من 18 محافظه واكثر من ملايين خارجين رفضهم لسياسات هاي الحكومه اللي جاي تعامل الشعب الايراني بقسوه، وما تعاملهم كشعب انه متحضر وشعب يريد انه له الحريه وله انه بحق التصرف وله ايضا يعني باحترامه وله ايضا لانه يعني تقدر تقول شعب ايراني شعب يعني متحضر، شعب متقدم بوجوده. لكن للاسف انه هاي السياسه اللي موجوده عندهم بايران، ميليشيات الحشد، نعرف نفس السياسه اللي قاعده تصير عندنا هنا بالعراق، قمع المتظاهرين وقمع اي ناشطين اللي قاعدين تصير عندنا تظاهرات. ابو عمر، ابو عمر، ما تتوقع، انت قلت السياسه اللي موجوده عندهم بايران نفس السياسه اللي موجوده عندنا بالعراق، يعني كانما هم دا يطبقون سياستنا، لكن اللي دا يصير فعليا انه احنا صايرين نسخه لهم، او بالاحرى احنا صايرين تابعين الى سياسات ايران. نعم استاذ افل، بالنسبه للسياسه ضغط الحكومه الايرانيه وضغط هاي ميليشيات الحشد، اكو عندنا قاده اللي موجودين اللي هم نتبع لديون ايران، مثل هادي العامري، صالح رياض، ابو فدر، هذول الناس ايضا هم والحشد الشعبي اللي موجود عندنا اللي تدرب على الحرس الثوري الايراني وتعلم من عندهم يعني اصول القمع، اصول القتل، كل هاي تعلمها من ضمن هاي الميليشيات وقاده الاحزاب اللي عندنا هنا بالعراق اللي متواصلين. فهذول جزء من الحكومات الايرانيه، هاي السياسه اللي تدفعها نفس القمع ونفس القتل ونفس الترويج اللي قاعد نشوفه. هذا دلاله يثبت للعالم كله اجمع بان الشعب العراقي والشعب الايراني رافض هذه الحكومه ورافض سياساتها ورافض كل اللي قاعد يصير. فهذا يعتبر فشل بينهم للحكومات اللي
حكمة العراق من 2003 ولحد الآن. أيضا كذلك الشعب الإيراني هم ناس يعني إرهابيين، ناس يعني الضفين عندنا في المحافظات الإيرانية يلاحقون كيف المتظاهرين إلى دورهم واعتقالاتهم وسجونهم في السجون. أيضا كذلك بغداد بنشوفها نفس الحالة، نفس السياسة اللي قاعدة تتبعها الحكومات العراقية لأحزاب السلطة نفس هذه السياسة. كانت أنه هذه السياسات للقتل والاعتقالات يبقى صوت الحق ويبقى صوت الشعب اللي هو يحكم على هاي السلطات. شكرا لك ابو عمر. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم يستمر، فاصل قصير ونرجع لكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم، وياي اتصال ابو عراق من الفلوجه. حياك الله. السلام عليكم اخوي استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخوي العزيز. والله يا استاذ قد يسمعني الشعب العراقي، والله تعبنا ملينا حتى الحكي بعد ما لنا طاقه نحكي. يعني هاي الحكومات المتعاقبه هسه يقول لك السوداني راح اسويها، شو يسوي السوداني؟ ما كانوا قبله يا استاذ افل الله يخليك. نعم. والله يا استاذ افل ولو خاف تزعل عليه ويزعل عليه الشعب، العيب بالشعب العراقي. ولا هاي الحكومه بعد شو تنتظروا من عندها يا الشعب العراقي؟ شو تنتظروا؟ دمار، خراب، تعليم ماكو، زراعه ماكو، صناعه ماكو، مي ماكو، بعد شو تنتظر يا شعب؟ كافي اللي كافي. خلي تصير صحوه علينا يا استاذ افل. خلي تصير صحوه عند الشعب. تنتظر بعض العجم ذولا سراق صادفل. نعم. كل رئيس وزراء يجي تسمعني يا أخوي صادفل. أسمعك أخوي. كل رئيس وزراء يجي يأخذ المقسوم مالاته ويطلع ويروح يشوف لغير بلد، يروح يذب أمواله ويذب عماراته وباقي الشعب المقروض. انقطع اتصال ويا أبو عراق، شكرا جزيلا لك. أحمد من ديالى، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ الكريم؟ هلا بيك أخوي. ربي يخليك لنا ويخليك كامة إلنا وكل إن شاء الله العراقيين، والله أحبك. سلمك ربي. الله يسلمك، الله وياك، والله حبيت أسمع صوتك. أخوي العزيز تفضل. هلا بيك، هلا. الله وياك. عندك مناشدة، عندك قضية تريد تعلق عليها، مواضيعنا اللي حكينا بيها؟ لا والله بس حبيت اسمع صوتك. حياك الله اخوي. حياك الله. الله يسلمك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، من البصرة نروح القضاء الاصلاح بمحافظة ديقار. نظم العشرات من اهالي قضاء الاصلاح والطلبة تظاهرات احتجاجية بسبب جفاف النهر الرئيس اللي يغذي محطات الاسالة بالقضاء بعد انقطاع مي الشرب وتضرر الدوام والعام الدراسي بسبب هذا الشيء. احد المشاركين بالتظاهره قال انه 13 محطه تنقيه او اساله توقفت عن العمل بسبب عدم وجود مي. هذا الشيء اللي يهدد اهالي القضاء بالرحيل المناطق ثانيه.
وأشار أنه هم راح يقدمون أو يقدمون على خطوات تصعيدية جديدة بالأيام القليلة المقبلة بحال ما استجابت الدوائر الرسمية المسؤولين بالقضاء أو بالمحافظة أو بالحكومة لمطالبهم توفير إطلاقات مائية كافية تشغيل محطات الإسالة. وردد المتظاهرون بهاي التظاهرات هتافات ضد السلطة وأحزابها وحملوهم مسؤولية الجفاف اللي دا يضرب القضاء بسبب سوء الإدارة. خلونا نشوفهم. مطلبهم هو المي. بهالأثناء استغرب عدد من ناشطين القضاء بقضاء الإصلاح من استغلال ميليشيا الحشد معاناتهم والمتاجرة بهذا الشيء، ورا ما أرسلت عدد من الآليات بمحاولة لتصوير الأمر على أنه ديمدون المساعدة ويد العون إلى القضاء وأهالي القضاء. وأكد الناشطون أن المشكلة أكبر من الآليات اللي أرسلت وتتطلب مفاتحة دول الجوار خصوصا الجانب الإيراني حتى يطلقون المياه المغذية للنهر بدل من إرسال الآليات والاستعراض واستخدام هموم المواطنين للدعاية الإعلامية مثل ما قالوا بالوقت اللي بيتنعدم المياه أصلا بالقضاء. خلونا نسمع. أنتم حسيتوا على أرواحكم جايين تشوفون هاي الحفارات وتشتغلون ساعة ما سوتوها قبل ما سوتوها قبل، والله صدق ما تستحون، والله هاي كل الناس ما تستحي، والله العظيم يعني خليتوا الناس تموت عطش تموت عطش، مع الأسف عليكم والله يعني خليتوا الناس تموت عطش، وهسه جبتوا الحفارات شني وين كنتم نايمين؟ حاليا قضاء الإصلاح نهر أبو لحية، هذا نهر مركز قضاء الإصلاح، هذا شوف جف عن بكرة أبي. يعني رسالة إلى حكومة الإطار، أنتم عندكم علاقات وإيران وعندكم علاقات وتركيا، هذا حال الأنهر في جنوب محافظة ذي قار خصوصا في قضاء الإصلاح، يعني جف عن بكرة أبي. محافظة ذي قار عندك علم أنت موارد مائية في محافظة ذي قار، عندكم علم أنتم أكو أنهر جفت عندنا محافظة ذي قار، هذا النهر أنا حاليا يعني على ضفاف النهر أبو لحية قضاء الإصلاح. تحية للمواطن على اللي قاله، بس عندي رسالة أحب أوجه لياه. قلت لأنت الإطار عندهم علاقات ويا إيران، أحب أقول لك هم ما عندهم علاقات، هم خدم. فتتوقع أكو خادم يقدر يطلب من سيدة؟ على كل الناس لما شافت هاي الفيديوهات حول جفاف المياه بقضاء الإصلاح علقت على هذا الموضوع. عندكم أبو حاتم اللهيبي يقول هاي تاليها مع الأسف هيك يصير بالعراق ومحافظاته بسبب قطع المياه. أحمد السراي مع الأسف والله النهر مات وماتت وياه شقد كائنات من أسماك وأحياء نهرية، شقد ومواشي ومزروعات تعيش على هالنهر، وأكو مئات من هاي الأنهر والمشاريع اللي جفت وانتهت. أبو أزهر الصالح يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أوصل البلد إلى هذا الحال. وحسين شاسب العبودي يقول وصلت للماي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كانت هاي تعليقات الناس بخصوص جفاف قضاء الإصلاح وقطع المياه من قبل إيران. مشاهدينا الكرام، أبو عراق من الفلوجة رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو عراق. أستاذ أفل أخوي لا سمحت لي. نعم. شوف هاي المعاناة من 2003 ولحد الآن. نعم. هاي تتحملها مو بس بس اسمح لي، هاي تتحملها مو بس الحكومات المتعاقبة ذول اللي تحت الأحزاب تحت اللي ولاهم مول العراق، لا. نعم. يتحملها نصف الشعب العراقي. ليش؟ لأن هو راد الديمقراطية، مو الديمقراطية رادوها الشعب العراقي، هاي الديمقراطية. راح تخليني أوصل إلى سؤال أبو عراق، أنت مؤمن أنه أكو بالعراق شيء اسمه ديمقراطية؟ أستاذ أفل الله يخليك، احنا هاي بعدين هاي الجملة نهائيا، بس قصدي الشعب العراقي، قصدي ايش قد يصبر بعد. انا بس اريد اسال اي واحد، ما اسال الحكومة، لان هاي الحكومة يا أستاذ أفل الله يخليك
هذول تحت احزاب تجيبهم احزاب تنصبهم، هذول جايين ضوار. رجع الانقطاع الاتصال ويا ابو عراق من فلوجه، شكرا جزيلا لانضمامك لنا. ابو عراق راد يوصل رساله ويقول انه مو بس الاحزاب والكتل السياسيه والبرلمان والحكومه ومن ياتمرون بامره بالخارج من ايران وامريكا هم من يتحملون مسؤوليه اللي وصل عليه الامر بالعراق من جفاف ومن انعدام لكل شيء خصوصا التربيه والتعليم والصحه. يقول الشعب العراقي يتحمل بعض من هاي المسؤوليه، اللي قصده انه هو لما سالته اذا تؤمن بالديمقراطيه، اللي قصده انه الشعب هو اللي يروح يختار ويوقع على الورقة ويصعد من يصعد للانتخابات إن كانت الانتخابات نزيهة. بملفنا الرابع مشاهدينا الكرام ننتقل حتى نستعرض عينة من المبادرات المجتمعية والشبابية اللي تفرح القلب واللي تعطي الأمل على الرغم من كل سوداوية المشهد. نظم متطوعون قائمون على حملة سفراء النظافة، حملة جديدة لتنظيف ضفاف شط العرب بالبصرة ضمن الاستعدادات لاستقبال بطولة خليجي 25 بالمدينة وراء العجز الحكومي عن القيام بواجبها. وشهدت الحملة مؤازرة كبيرة من سكان المدينة وقطاع المطاعم بها حتى يدعمون الشباب بجهد تكافلي يعبر عن روح التعاون يم العراقيين، واللي يريد يشوف هاي المبادرة أمامكم الآن. وصلنا البصرة وشفت استعداداتهم الخليجي 25 وفتنا بالجسر ورحنا الكورنيشهم الجديد الحلو، وبالجانب الثاني موقع الحملة والتقيت بأصدقائي من أهل البصرة الطيبين وقبل بدينا التنظيف. الحلو هذا المكان من راح ننظفه راح يصير نفس الكورنيش الحلو شفتوا، وأحلى لحظات كانت من نظفت ويا شباب البصرة وتعرفت على ريحانة ألطف شي شفته بالحملة، وتفاجأت أكو شباب من الكويت جوا ينظفون ويانا. وجابوا لي تمر البصرة وانطيتهم في استقب الطاقة، واثناء الحملة فات الزفة وفرحنا للعريس. غابت الشمس واصحاب مطاعم البصرة جابوا لنا انواع واشكال الاكل وزعناها للشباب، وخلصت احلى حملة شاركت بيها ويا شباب البصرة. دول شباب العراق اللي يشرحون الصدر. نبقى بالبصرة وتفاعل العراقيون بفخر واعتزاز ويا مبادرة لأحد معلمي المدارس هناك، معلم مدرسة حمزة بقضاء أبو الخصيب محافظة البصرة، اللي يسوي شيء بسيط جدا أو بالأحرى مو شغلة نهائيا، يسهل على الطلاب يعبرون الشارع بشكل يومي بدون كلل بدون ملل. يومية تلقيه واقف بالشارع يوقف السير حتى الطلاب يعبرون، يعكس صورة روحة طيبة، روحة صورة أبوته لهؤلاء الطلاب، لهالمعلم مثل ما عبروا العراقيون. فشتان بين هذا وبين ذاك اللي يضرب الطالب ويضرب له عينه ويساهم بنفوره ويزيد من واقع التعليم المأساوي. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات اللي أشادت بهاي المبادرة. حاط واحد يجمعهم هو يعبرهم، جزاه الله خير. وينكم هالوقت؟ هذا مال الاول. اي والله مال الاول. مال الاول. شوف شوف هسه احنا راح ننتظر نوقف المقطع على ما يجمعهم يعبرهم، شوفوا شلون يركض بعدين، شوفوا شلون يباوع، شوفوا شلون يباوع السيارات. صفر ثم صفر بعدهم بعدهم صفر. اجي اجي ايه شوف 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 شلون يعبر بقى. الله الله اكبر. تحيه والف تحيه لهالمعلم هذا واجلال وتقدير الى المبادره لهالطلاب، لان هذا اللي راح يحبب الطالب بالمدرسه، مو ذاك اللي يضرب ويهين ويغلط ويسبب بعملية مثلا. مع الأسف الناس لما شافت هاي المبادرات الحلوة أيضا علقت، ما يعلقون فقط على الشيء السيء، لا هذني همين تجذبهم.
عندكم غيث محمد يقول بارك الله بهذا الأستاذ الفاضل، صرنا نتعجب من نشوف مثل هذا المنظر، بينما كانت مدارس العراق سابقا ولغاية 2003 مثل هالشي، إلزامي على المعلمين الخروج وتنظيم السير ورفع علامات قف لعبور التلاميذ بسلام. ولا عبد الباقي تقول بارك الله بي، وهاي ظاهرة حضارية تمارس في كل الدول المتقدمة. أم الحمزة والنعم منا معلم إنسان مثالي، أصبحنا نفتقد أمثاله في وقتنا الحاضر مع الأسف، اللهم يكثر من أمثاله. ورنوش العامري تقول هسه يعاقبوه ينقلوه لأن ما يردون شريف وتربوي أصيل، الله يوفقك ويحفظك يا رب، إن كان هذا عطاؤه هو وخارج الدوام الرسمي فكيف يكون عطاؤه أثناء العمل نفسه، هنيئا لطلابه فيه. كانت هاي التعليقات حول الموضوع نفسه وهي المبادرات الخيرية اللي شفتوها أو المجتمعية أو الإنسانية. كان المفروض أبو علي من بغداد يطب لنا لكن انقطع الاتصال، ويا أبو عمر من الناصرية ويانا الآن، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم عن نفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو أسمعك. وياك أبو عمر من الناصرية تشريني. حياك الله يا أبو عمر وحيا الله هالي الناصرية وكل ثوار تشرين وياك. شلونك عمي؟ هلا بيك يا غالي، هلا بيك. طبعا طبعا عمي بالنسبة الحكومة هي مو حكومة، هي ميليشيات. وثاني هو شنو هذا محمد الشيعي السوداني؟ رجعنا شو يسوي يعني؟ سوى علينا الهورمرق وسوى خوار شيك؟ لا محمد السوداني ولا أكبر من محمد السوداني، هم جايين على دمار شعب العراقي ودمرون ودمرون البلد يدمرون دمار، لأن هاي الاتفاقية متفقين عليها، هذا المالكي، هذا كله المالكي هو جاي يحكم، هاي كلهم دول تحت المالكي، تحت إيد المالكي. نعم. دول من الشياط لا ترجع جمعتهم، يقول لك عندنا مثل عربية لا ترجع من البارح مطر زين، ذولا حبيبي ذولا عمي ذولا يعني حاطين ايديهم يعني ذولا جاي يستقمون من الشعب العراقي والبلاد، يعني البلاد شو هم؟ لا 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 زراعه لا صناعه لا صحه لا تعليم عالي، شو هم تسووا؟ كلها جابوها من العزبه والتابع حتى الان. نعم. هي كم موازنه راحت؟ الموازنات الموازنه 21 موازنه 22 موازنه 23 21 وين راحت؟20 وين راحت؟ بس ما انا اقول مع الاسف تسمح لي اجاوبك؟ تسمح لي اجاوبك؟ ابو عمر تسمح لي اجاوبك وين راحت؟ تفضل. بجيوب الاحزاب والسياسيين وقياداتها مثل ما يقولون. نعم. زين مع الاسف على الشعب العراقي والله العظيم ذولا لا مو ثورة عارمة، لا ذولا عمي ما يطلعون. نعم نعم. ذولا جايين هون يعني جايين هون على بكرة عبيد والله العظيم، ذولا لا ترجو معهم شيء، ذولا العصابات عم يلحون في ذولا العصابات، ذولا أجنداء. نعم. بيولة ذولا تابعين للدول، شيء تابع على إسرائيل، تابع على أمريكا، هاي كلها حكمة بأمريكا وإيران. نعم نعم. هذا نعم. على ميليشيات حتى ناب الخضراء عندنا هم غفل يا عمي. نعم. بس بعد احيانا جاي تفكر يعني والله العظيم شعب العراق اليوم تفكر يعني ها والله دبرونا دمار، دبروا الشعب، دبروا البلد، والله المخدرات يعني شنو 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 قادك شنو يا قادة يا قاضي نعم. بيهم نعم. شكرا شكرا لك ابو عمر، اعتذر منك بس عندي اتصالات ثانيه. شكرا لك ابو احمد من الديوانيه، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المعلم هذا المعلم رجال قلت أنا الأولين يقول طينة طاهرة. إيه. هذا طينة طاهرة. نعم. الذي يملك بقلب الرحمة والإنسانية هاي. نعم. والشعب العراقي هذا حاله من قامة الساعة تراجع التاريخ هذا كل شيء يصير رب. هذا الشعب المظلوم. شتمه قطعت الماي عن مصر، وقف الشعب بالحكومات هاي اثيوبيا. نعم. الدولة الافريقية اثيوبيا موقف حازم وياها، يعني سفارات التركية واقتصاد التركية وياه قاطعين عنا الماي. هذا الشعب العراقي كل
إيران لا تنساها أبو أحمد، إيران لا تنساها، ترى هم سدت المي. والله ما حد رحم بالشعب، لا الشرق ولا الغرب ولا حكومات في، وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إحنا منتظرين الإمام المهدي. إحنا أحب أزيدك من الشعر بيت أبو أحمد. تركيا بنى السدود وقلت الحصة المائية الجاية من تركيا، بس إيران غيرت أنهر، يعني حرمتك من كل حصتك المائية. والله كله كله يزيد، كله تاخذ تزيد. قبل قتلوا الحسين وعطشوا من الماء، اليوم ما هو الحسين لقوا بس الشيعة فقرة والكاموشهم طاغوا والماء عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو أحمد. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم. مساء الخير لحضرتك. مساء الأنوار. ومساء الخير لجمهور الرافدين. ثالثا صراحة يعني ما حدث الإمام الجامع هذا اليوم هذه مو جديدة، يعني جامع عثمان الشهيد عثمان العبيدي. نعم نعم، فهذا مو جديدة، يعني ناس تهجرت من بيوتها، يعني عندهم الجامع شيء عادي. وأعتقد أنه جامع براثة يشهد يعني شقد دماء سالت به وشقد ميليشيات طلعت من عنده وهاجمت عراقيين. ما نقول هاجمت، أنا السؤال اللي أرد أسأله أبو علي بما أنك تحكي على هاي النقطة، هم يدعون أنه هي هم أحزاب إسلامية، فشلون حزب يدعي انه حزب اسلامي يسوي هذا الشيء ويا جامع او امام او مؤذن؟ سافل يعني هم من قلتك تقول انت يدعون احزاب اسلاميه، الاسلام جاء من السلم وهم اساسا عندهم ميليشيات، شلون بعد هم احزاب اسلاميه؟ هي هذه كلها احزاب ميليشياويه، والثانيه مو احزاب حقيقه، لا تطلق عليها الاحزاب. الحزب يكون عنده مبدا، عنده قيمه، يهدف إلى خدمة جماهيره، والدليل أنهم ما عندهم أحزاب ولا عندهم جمهور. هم الآن تفرقوا على أكثر الحزب صارت شعوب وقبائل، حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الإسلامي وحركة الوفاق وغيرها وغيرها. لذلك يعني اسمح لي أن أتكلم عن ثورة الشعب الإيراني، يعني شوف الثقافة عند هذا الشعب لحد الآن موجودة، حتى من المعارضة انخرطت يعني، ودليل احنا ما عندنا معارضه صحيحه، انخرطت مع الحراك الشعبي الايراني وحد الان مستمره، يعني رغم القتل والقمع الموجود وعلى مرأة ومسمع العالم كله. اليوم حتى النقاط اللي يبدون يحققونها قالوا ما نعرضها على رئيس جمهوريه ولا على غيرها، نعرضها على خامنئي شخصيا. نعم. اذا قبل بها مستعدين احنا نوقف التظاهر، واذا ما قبل مستمره، ولحد الان مستمره. نعم. ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى الثوار تشرين يرجعون مرة ثانية، ترى لحد الآن حراك تشرين ما مات، لكن صحيح ضعف، صحيح أكو ناس يعني للأسف غدرة بتشرين، لأنهم ما عندهم أهداف يعني ثورية صحيحة. ولا هم دا يحاولون يضعفوه حتى يكتلوا التشرين أو ثورة تشرين. أشكرك أبو علي وأعتذر منك، بس الوقت راح يدركني. كشفت وثيقة عن توقيف 9 ضباط كبار من بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن ضمن شبكة كبيرة لتهريب المشتقات النفطية بمحافظة البصرة. ضمت قام إلى جانب اللواء غانم 4 ضباط برتبة عميد، هم مدير شرطة نفط الشمال، مدير شرطة نفط الوسط، مدير إدارة بمديرية شرطة الطاقة، ومدير سيطرات الشمال. وضمت 2 برتبة عقيد، مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، إضافة إلى ضابط 1 برتبة مقدم وضابط برتبة رائد من قسم علاقات الإعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة. وتأكد التقارير الصحفية مصادر أمنية أن الميليشيات المسيطرة على الآبار النفطية بالبصرة والمسنودة من القيادات الأمنية اللي جرى اعتقالها تورطت بتصفية المنتسب جواد كاظم العيداني وأغرقته ببركة من النفط الأسود بموقع تهريب النفط بعد أن كشف أمرهم. مزيد من التفاصيل شوفوها بهذا التقرير اللي سواه قسم التواصل الاجتماعي. أكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام تقدر ب100 مليون لتر شهرياً، يقودها متنفذون بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى عبد الهادي، قبل أن تدعي الحكومة توقيفهما في مسرحية مفضوحة من أجل إسكات الرأي العام وتمييع القضية ليستمر مسلسل تهريب النفط في مدينة الذهب الأسود.
إعلان الحكومة إلقاء القبض على الحسيني وعبد الهادي أعاد عمليات تهريب النفط إلى الواجهة، تلك العمليات التي تشرف عليها إيران عبر وكلائها من الميليشيات، بالتزامن مع تردي الوضع الاقتصادي الإيراني من جراء العقوبات المفروضة عليها، بتواطؤ مباشر من قبل متعاونين ضمن الوزارات الأمنية ووزارة النفط. يعني الإيراني شريك وياي بالمياه الإيرانية، يعوف المياه الإيرانية ويجي يمارس التهريب بالمياه العراقية، شقد مباح العراق. حملات اتهام وتسقيط جاهزة تشنها جيوش الميليشيات الإلكترونية لمن يوقف عمليات تهريب النفط، كما حصل مع قائد قوات حرس الحدود في محافظة البصرة اللواء حكيم الحساني، حينما أقاله وزير الداخلية إبان حكومة العبادي محمد الغبان إثر إحباطه لعمليات تهريب كبيرة، وما بين إلقاء القبض على القيادات المسؤولة عن ملف الطاقة وإقالتهم تستمر أذرع الفساد في امتصاص أموال عائدات النفط لتكون حكراً على السرقات التي تجري تحت ستار القانون، بعد أن تضحي الحكومة بالشبكات الصغيرة وتحافظ على الحيتان الكبيرة. عمليات سرقة لم يشهدها العالم أجمع، بعد أن بلغت عائدات النفط أكثر من 1,000 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، ذهب الجزء الأكبر منها إلى جيوب الفاسدين بعد أن جرى توظيفها في تنامي سطوتهم لإحكام السيطرة على العراق وشعبه، الذي طالما كان يردد هتافه الشهير نفط الشعب للشعب مل الحرامية. ننتقل إلى فقرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهي فقرة الهاشتاغ. طالب طلاب الدفعة 2022 من خريجي المجموعة الطبية بتطبيق قانون رقم 6 العام 2000 المتعلق بتعيينهم مركزيا وإدراجهم بالموازنة للعام المقبل، عدم المماطلة بتعيينهم وتأخير مباشراتهم مثل ما صار بالدفعات السابقة 2021 اللي قبلها وتأخر توظيفهم، وكان أكو ترند هو هاشتاغ إدراج خريجي الطبية 22 بالموازنة. أول تغريدة ويانا كرار عباس سياب: ضمن القانون والدستور نطالب بحقوقنا، فنحن أبناء هذا البلد ومن حقنا التعيين وأخذ كافة الامتيازات التي أقرت لنا، نحن خريجو المجموعة الطبية يجب شمولنا في الموازنة وهذا حق طبيعي لنا وضمنه قانون التدرج الطبي. سجى إن شاء الله تحقق مطالبنا بأسرع وقت ونعوض تعب سنين الدراسة. فيان: يجب عدم إهمال وتسويف حق خريجي المجموعة الطبية والصحية دفعة 22 في الشمول ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 حسب قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 المعدل على الجهات المسؤولة إنجاز وإكمال متطلبات هذا الأمر وإجراء اللازم. أما زينة: إن صوتنا وحقنا واجب على كل النخب والإعلام الوطني إسناده، فنحن أصحاب حق قانوني ودستوري. كانت هاي التغريدات على هاشتاغ إدراج خريجي الطبية 22 بالموازنة. مشاهدينا الكرام، رسالة أخيرة تقول: إنجازات وأهداف هذه الطغمة الفاسدة كيف يحولون الشعب العراقي إلى أعداء لأنفسهم وأعداء ضد وطنهم بلا شرف ولا نزاهة. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. في أمان الله.